نورتونا والله يا جماعة. الله الله يا ابو شعلان، تسلم ايديك، تجعله عمل على طول. الله يخليك. كفاية كده يا ابو شعلان، احنا مش جايين نكلفك هنا. يا ناجي بيك، مصر بلد الكرم والجود، والمثل بيقول جود بالموجود، وهذا كله من خيركم. الله يخليك، ما هو مصر وفلسطين ايه؟ ما هو واحد. أكيد، ليه ما بتاكل يا ناجي بيك؟ لا معلش، أصل أنا طول ما أنا بفكر ما بعرفش آكل. ممكن فنجان قهوة؟ على عيني وراسي، أحلى فنجان قهوة يعدل مزاجك. ربنا يخليك. طول عمري نفسي أتجوز واحدة فلسطينية، الجمال اللي مش موجود ده، تلاقي العيون مسحوبة والرمش قد كده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا راجل الطعز، ده احنا لسه جايين دلوقتي من نفق كأنه التربة. يا شيخ حسن، وأنا بقول يا صاحب، أنا بقول أتجوز. أنا بعد اللي أنا شفته في النفق ده، أنا مش مصدق ده لسه عايش، أنا قطعت الخلف خالص. صحة وهنا يا شباب. محفظة. اتفضل يا ناجي بيك، اتفضل اعدل مزاجك. هي البلد مالها فاضية كده ليه يا أبو شعلان؟ الحقيقة يا ناجي بيك، في مشكلة حصلت، اتفضل. والطريق هالحين مقفولة. أمال إحنا هنروح غزة إزاي؟ بالليل إن شاء الله لما تهدى الأمور شوي حنروح غزة. بس هلا أنتم منورينا والدار داركم. هي المشكلة بين مين ومين؟ بين جماعة فتح وجماعة حماس. وإيه سبب المشكلة؟ سبب بسيط جدا. واحد من جماعة فتح بيجوز ابنه، يعني عامل فرح. أجا لعنده واحد من بتوع حماس عشان يهنيه ويبارك له. قام فجر صاروخ بالفرح. صاروخ؟ صاروخ سكود ولا كاتيوشا؟ لا 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 يا ناجي بيك، صاروخ من هاللي بيفرقع بالفرح. لكن جماعة فتح اعتبروا إنه إيه؟ هي إهانة إلهم وحيخربوهم من الفرح. وجماعة حماس اعتبروا إنه هذا الكلام مش مزبوط. بعدين الصاروخ يا ناجي بيك كان حيعمل حريقة بالفرح. لكن اللي حصل بعدين إنه صار بينهم عركة كبيرة جدا. ربنا يهدي النفوس. آمين يا رب العالمين. أنا رح أقوم جيب لكم الشاي عن إذنكم. ربنا يخلف عليك أبو شعلان. بقول لك يا كبير، أنا شايف أبو شعلان يعني بيقول لمؤاخصة حماس ولمؤاخصة فتح. أنا لمؤاخصة إيه دول بالظبط؟ تعرفش مين حماس ومين فتح؟ لا يا باشا، ده صايت إعدادية، هيعرف منين ده؟ تعرف أنت حسام؟ أمال إيه يا باشا؟ ده أنا مؤهل عالي، أنت نسيت ولا إيه؟ أنا بكالوريوس تربية رياضية. وبعدين في يا جدعان حد ما يعرفش حماس وفتح؟ تعرف إيه؟ تعرف إيه؟ شفتهم يا باشا في التلفزيون، قناة الجزيرة، الاتجاه المعاكس. كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص. واحد فيهم كان بيتكلم بحماس، قام التاني اتفتح فيه. هو الشاي اتأخر ليه؟ وأنت إبراهيم؟ لا يا باشا، أنا بتفرج على ملجأ، ماليش أنا في الجزيرة. بقى محدش عارف حماس وفتح. أنتوا مش عايشين في الدنيا. والنعمة الشريفة ما عدت علينا يا باشا. لازم تعرفوا إيه اللي بيحصل حواليكوا، لازم تفهموا كويس. وإيه المشكلة ما بينهم بالظبط يا باشا؟ المشكلة إن دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول. راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟ لا. المشكلة بين دول ودول جات على هوا دول. أمريكا وإسرائيل طبعًا عايزين يوقعوا دول مع دول، مع إن دول نفسيهم واعيين مع بعض لوحديهم من غير دول. وإحنا في النهاية يهمنا إيه؟ يهمنا إن دول يبقوا مع دول. طب أنا عندي سؤال يا باشا، إحنا مع دول ولا مع دول؟ إحنا شوية مع دول وشوية مع دول. هو من هنا لغزة قد إيه يا مشعلان؟ حوالي 20 كيلو يا ناجي بيك، لا تقلق حنوصل، الحجة فاطمة عم تستنانا. على وين يا ابو شعلان؟ على بيت الحجة فاطمة بالشيخ عجلين. وين هوياتكم؟ الجماعة ضيوفنا، أمانة برقبتنا يا ابو مجاهد. على راسي يا ابو شعلان،
أنا بعذر لك، ما راح تقدر تمر بالسيارة اليوم، عندي تعليمات أمنية، ما في سيارة تمر من هون اليوم. إذا بدك توصل لحد فاطمة راح تكون على رجليك إذا بتريد. على رجلينا؟ بس المسافة طويلة كتير ونحن مستعجلين، والجماعة وراهم شغل يا أبو مجاهد. هذه تعليمات يا أبو شعلان، وأنت سيد العارفين. هاي هي المخيمات. عشوائيات. هذا واحد من المسؤولين الكبار. مسؤول كبير، عشوائيات ومسؤول كبير. لكن هنا في مصر في وقفات احتجاجية؟ عارف يا ناجي بيك، الحجة فاطمة مثل أمنا، البلد كلها بتحلف براسها. لما عرفت أنكم جايين انبسطت كتير وصارت تتصل فيني حتى اطمنت عليكم، ولما عرفت كمان أنه الطريق مسكر ما نامت الليل لحتى اطمنت أنه ولله الحمد وصلنا. هي عندها كم سنة أبو شعلان؟ الله يعطيها طولة العمر، المهم الصحة. هي بركتنا يا ناجي بيك. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيه. الله يسلمك يا هاني. أكيد الرحلة كانت متعبة. الحمد لله على سلامتكم كلكم. يا مالكم تنحين كده ليه؟ أنت وهو. اصحى. يلا. أعرفكم يا أولاد
هاني جمال الدين هتشترك معانا في العملية من دلوقتي، تعتبروها زي اختكم بالظبط. ده احنا نشيلها في عينينا. ابراهيم، ابراهيم عزقلاني، ابراهيم بتاع العبري. الله، هو نصيتي وصل لحد هنا؟ حسام المصري طبعا، بطل العالم في الوسم الطويل. ده مين الفتاي اللي قالك المعلومه الغلط دي؟ انت مالك، انت ما تسكت خالص. انا كنت بحاول اوضح بس. لا تحاول ولا تنيل، اسكت خالص. المهندس زاهر عبقري الكمبيوتر والليزر. اهلا وسهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. الشيخ حسن وتهامي وعبد الجليل، صح ولا انا نشنت غلط؟ ده انت نشنت ونشاني كراشة يا ست العرايس. فرصه سعيده جدا يا جماعه، زي ما تخيلتكم بالظبط. بس انت بتتكلمي مصري كويس قوي. اصلا انا عشت في مصر 6 سنين. ايه ده بجد والله؟ كنت عايشه فين؟ في مصر الجديده في الكرب. بس وانا اقول شفتك فين قبل كده؟ انا قاعد بشبع عليكي من ساعه ما شفت في الكربه، كنت دايما بتاكلي ايس كريم عند دونات صح؟ وكان معاكي بالاماره واحده صاحبتك لابسه بودي فوشه ما بتقلعوش صح؟ فوشه ايه وايس كريم ايه؟ احنا في نادي. بتسكت خالص، اخرس. كنت بحاول الاغي بس. تلاقي ايه؟ امال فين الحاجه فضله؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن، عندي لا مؤاخذه حمو وحاسس بوليعه في صدري كده. لا مؤاخذه باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر.